جاني اتصال مع عندها مرأة من إيطاليا مغربية 100%، تزوجت واحد السيد تهوى مغربي 100%، تزوجت به ومشات لإيطاليا. كانت تتحماق عليه، تتموت على التراب اللي تيمشي عليه. أديها هي وما تأديهش هو. حنا اللي طيح قلبنا على حجرة، وليه لا يلاقينا بولاد الحرام ويلي استغلوا ضعفنا ويستغلوا حبنا باش انهم يدمرونا. شحال تتكون مألمة وقمة الألم من تجيك الضربة من اقرب شخص ليك، اللي تجيك الضربة من الانسان اللي خاصك تقول لي الامان والسند والحماية والحب وكل شيء والدنيا، تتكون فيه اول شخص تيجعلك جسد من غير روح، تيخلي قلبك ميت، تتولي كاره نفسك وكاره الدنيا والناس والعالم ما فيه. فمع الأسف كاينين شي ناس، كنت نقول ما كاينش غير الشياطين، الشياطين ديال الجن، كاين شياطين ديال الإنس. فبعض المرات الشيطان، ما نكذبش عليكم، بعض المرات الشيطان تيهز ورقة وستيلو، ورقة وستيلو وتيجلس يتعلم، تيقول الناس غلبتوني، يعني انا ما نقدرش ندير هاد النيفو اللي دايرينو نتوما في هاد الشيء. كاينين شي ناس عاملين تيموت القلب وما عندهمش رحمه، فما عندك ما تقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل. ما عليناش، عيطت ليا قال ولدي نعم اخالتي مرحبا لاباس عليك الحمد لله ولدي بغيت غير نخوي، ولدي انا باغي غير نعاود، ولدي انا راه ميته واخا تشوفني حيه راني ميته، مت قتلني. كيفاش اخالتي مالك؟ والدموع والانين ديال الالم الداخلي تتحس بصوتها. واخا شوف اخالتي تهدني بشويه عليك، بشويه عليك، خذي وقتك عاودي، ما كاينش اللي تيسمعك، ما كاينش اللي عارفك، خذي راحتك. بدر عرفت راجل كما قلت لكم مشيت عشت معاه في ايطاليا، تنحماق عليه، ولدت معاه وليدات، هو استغل الحب ديالي، عارف انا ما عندي حد من غيره، عارف بانني ما نقدرش نعيش بلا بيه، عارف بانه هو كل شيء في حياتي. في الاخر بديت نشوفه تيسهر وتيهضر، قلت ربما غير هو قانط وتيهضر مع الناس وعادي، تنشوفو تيهضر مع البنات، ولكن تنقول ما راجلي، راجلي ما نشكش فيه، حبي الاول وحبي الاخر ما نشكش فيه. حتى لوحدة مرة تنسمعو تيهضر ابل معها، اشنا الزين نشوفك غدا، وجعني يا بدر، والله لا وجعني، وجعني يا بدر، واحد الحرقة في الله اللي عالم بها. خالتي كملي ليا. من بعد ولدي بديت تنتناقش معاه، تنقول ليه كدا وهداك، تنغضب وزعما بغيت نبين ليه، نبين ليه بانني فهمتي غضبانه وداكشي ما عاجبنيش، ويقول لي جوج هضرات، تزيدي هضره اخرى صيفط امك للمغرب، انت لي انا هكا داير، انا باغي البنات، بغيتيني مرحبا، ما بغيتينيش هزي ولادك وسير عطيني جبر التيقار، سلام عليكم، انا ما عجبانيش، انا بغي واحد احسن منك، زوينه عليك، باغي بنت احسن. شنو درت ولدي بدر؟ قلت الله غيدي غيديها غيدي. عرفتي شنو دار؟ شنو دار اخالتي؟ ولا تيجيبها تا للدار وتيدخلها لبيتي وتيسد، وانا ما نهضرش. اوه على حقره، سولو شكون، شوف شنو هي اكبر حقره تقول لي؟ ما كاينش ما اكبر من هاد الحقره هادي اللي غادي نعاود لكم. يسحبكم من القصه سالت، انا يا ريت والله الا يا ريت، انا كنت نقول يا ريت ان القصه تسالي هنايا، يا ريت ياك دخلها للبيت، تنقول يا ريت، سمعوا والله الا تنقول يا ريت انها تسالي غير انا، ماشي مشكل. على يسحبكم هادي الشيء اللي دار، قلت ليها ولدي بدر ولا تيدخلها للبيت تيسد وتيضحك معاها
فاش تيسالي و تيخرجوا. وانا ما محقيش انني نهضر، ما محقي انني نقول والو. قلت لي حتى لواحد النار قال انا بغيت نطلقك. قلت لي لا، وانا عفاك ويخليتك، وانا ما كدا، وانا خليتك ودرت اللي عجبك، فوالا فوالا فوالا. شنو في نظركم هيدير؟ ديجا كانت تقالت في اللايف، شكون اللي عاقل عليها؟ هذه ديجا راه كانت تعاودت في اللايف. شكون اللي عقل؟ شنو هي ابشع حاجه مثلا يقدر يديرها لها؟ شنو هي؟ اعطوني ارائكم في لي كومونتير. كل واحد يكتب لي قبل ما نكمل، كتب دخل كتب لي شنو هي في نظرك طلب اللي غيطلب منها، ابشع طلب ممكن انك تسمعه، اكبر حقره ممكن انك تسمعها، اغرب شيء ممكن تسمعه في نظركم. شنو طلب منا؟ هادو غير الناس القدام اللي غيعقلوا على هاد القصة هادي، معرفش الناس القدام واش تعقلوا عليها ولا لا. شنو في نظركم؟ اكتبوا لي في لي كومونتير شنو هي اكثر حاجة ممكن انه يطلبها منا. اكتبوا لي ابدعوني للاذكياء فقط. شكون اللي اكثر يقدر يقول لي شنو هي ابشع حاجة يقدر يطلب لها؟ فاش قال لها خرج للزنقة، يا ريت حرقها، يا ريت يا ريت. شوف شو على كلمات باش يعني تنقول لك يا ريت. وصف لي مثلا شنو يحرقها، يا ريت كون حرقها. ماشي عجب مع ولده؟ لا 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 لا. طلب منها تخطب له، يا ريت. انا تخدم عليه، ويا ريت. والله لا تخيل تنقول يا ريت. يا كتشي اخي يا ريت كون طلب منها هادشي تخدم عليه. لا ندبر على راسه، يا ريت. تخيلوا شو على كلمات نقول لك، ياك ابشع كلمات تكتبهم تنقول لك يا ريت. تكون خدامه عندهم، يا ريت. يلا اسمع، بغيتي تعرف شنو دار يطلب منا؟ بغيتي تعرف شنو طلب منا؟ واخ. قال انا بغيت نطلقك. قالت لي شوف، نبوز ليك القدام ديال رجليك، ما تطلقنيش، ندير اي حاجه ما تطلقنيش. قال لها مش اكيد تديري اي حاجه ياك. اوه فاش يستغل شي واحد. عرفتي اكبر واجع قلت لكم في هذه القصه هذه هي هاد السيده هادي. اكبر واجع سمعت انسانه تبكي بحرقه هي هاد السيده. تخيلوا دابا انا كي تنعاود لكم وانتم محروقين، حركه هي كي سمعتها انا، كل كلمه تتعاودوا هي تتبكي. قال لها ياك، ديري اي حاجه اي حاجه. قالت لي وياك قلتي صاحبتك وليتي تتهضر معاها وليتي تجيبها حتى للدار. قال لها مازال بغيت واحد الحاجه اخرى في نظركم شنو؟ قال لها والله ما قدرتش نخرجها، ما قدرتش نخرجها. قال لها انا وانتي وصاحبتي. شنو فهمتو؟ وصاحبتي نكونوا بثلاثة بينا، مرتي وصاحبتي. في نظركم مسكينة شنو؟ تقولي لا. بعد مرة الحب تيخلينا نوصلوا واحد المرحلة صعيبة. بثلاثة بيهم وافقات. قلت لها واخا واخا، طلقنيش فلان، ما طلقنيش وترميني انا وولادي. وافقاتش. قالت لي فاش ساليت ولدي تمشي للدوش وتنغسل تنحس اوسخ خمره في الدنيا، الجلده ديالي تنطيرها تنحس براسي موسخه. ماشي غير مره ولدي، ماشي غير مرة، مرة وجوج وثلاثة وأربعة، حتى وليت تنشوف وجهي في المراية وكارها راسي، وليت تنتمنى الموت ليل ونهار، تنبكي ليل ونهار. ما راضياش. حتى جا الوقت، أول مرة نكون قوية في حياتي، تنخاف منه
اول مره نحس براسي بانني هضرت، عمرني رفضت له شي طلب وعمرني رديت عليه الهضره. اول مره انفجر تنصرفق فيه وتنضرب ونعض ونغوت ونبكي ونعاير ونسب على ذاك الالم. اول مره نكون قوي ونقول له شوف انا اللي ما بقيتش باغاك، انا اللي ما بقيتش حاملاك، انا اللي كرهتك. وداكشي اللي دار رماني انا وولادي كانني ما تيسولش فينا. كانت هاد القصة هادي ديال هاد المرأة اللي نسميوها سميها ما شئت. اعطيني عنوان انت من انت اللي تسمعني، اعطيني شي عنوان مناسب سميها ما شئت. كانت اكثر قصة، اكثر انسانة تنسمع لها تنحس بالوجع ديالها، اكثر انسان مع كل دمعة تنحس بان نزلت لي على قلبي. والله فلا حول ولا قوة الا بالله. فاش نقول لكم بعض المرات ما تهزز اللسان عن الكلام. تتمنى من الناس اللي تتفرجوا كلشي يبارك على قلبي بارطاجيو انا فيديو الناس اللي